في خافير زانيتا. 29 دقيقة جميلة جدا من جانب ميلان لكن بلا أهداف، بدون أهداف. ضربة حرة مباشرة عالية من جانب لودي، خطيرة بالراس، جول جول لجروتالي. الميلاني سابقا يسجل في مرمى ميلان، الميلاني سابقا يسجل في مرمى ميلان. ولاحظ عزيزي المشاهد كاتانيا من اول وصول يسجل في شباك ميلان، بينما ميلان وصل كثيرا. هذه الكرة الماضية، الارتقاء الخيالي من الكبير نيكولا لجروتالي، ارتقى عاليا. أخيرا تقريبا على زمن الشوط الاول في مباراة هذا المساء. اباتي عالية وللامام، استقبال جميل، التسديدة، جول جول في التوقيت المناسب. يعود ميلان، افضل توقيت يعود فيه ميلان. نعم يعود، وفليميني تقدم وسدد وسجل ثالث اهدافه في الكالتشيو الايطالي. هدف ياتي لان يكون خير مكافأة لميلان على اداء ممتاز في الشوط الاول في مباراة هذا المساء. ميلان فعل كل شيء في كرة القدم.